السلام عليكم شباب، انا احمد حمدي ومعايا باشمهندس مينا جندي، وده كورس انجينيرنج 002 انتروداكشن تو انجينيرنج ديزاين. النهارده ان شاء الله هنتكلم وهنشرح ايه الاوبشنال بونص تاسك، ودينا بنقول ونعيد ونزيد ونعملها بولد باشمهندس مينا تاني ولا نكبرها اكتر. هو احنا مش بنعمل شير سكرين صح؟ اعمل شير سكرين شير سكرين عشان برضه يبقى كله شايف كده. انت شايف يا باشمهندس؟ تمام. طيب احنا بنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاوبشنال بونص تاسك. اعمله بالاحمر، كبره سنه كده. اوبشنال بونص تاسك يعني حضرتك مش مضطر ان انت تعمل التاسك دي، ده للناس اللي هي عايزه تزود درجاتها او تحسن درجاتها. تمام. مبدئيا ان شاء الله باذن الله هو البونص تاسك ده سهل جدا وبسيط، بس محتاج شويه شغل قليلين يعني مش كتير. هنتكلم برضو الديو ديت بتاعه امتى والسبميشن فورمات بتاعه هيبقى عامله ازاي. هيبقى مطلوب من حضراتكم هتدخلوا على جوجل زي ما احنا هندخل دلوقتي حالا اهو. تمام. هتكتب ميكانيكال فويس. تمام. هيطلع لك حاجه بالمنظر ده، تدخل على الصور هتلاقي فيه صور كتيره جميله اشكال مختلفه. تمام. واظن هم يمينا باشمهندس هم خدوا اسايمنت بالبتاع ده قبل كده ولا لا؟ لا، ما خدوش الميكانيكال فويس، خدوش الميكانيكال فويس، خدوا حاجه بدلها. يعني هي الميكانيكال فويس دي بالعربي يعني منجله. المنجله يعني ايه؟ يعني حاجه بالشكل او ده اللي هو بتاعنا ده يمينا اللي احنا كنا بنديه في السوليد ووركس. المهم الميكانيكال فويس ده هو حاجه يعني قريبه من الشكل ده كده، او كل دي ميكانيكال فويسز مختلفه بميكانيزمات مختلفه باشكال وكومبوننتس مختلفه، بس ده يعتبر السمبل ميكانيزم من الميكانيكال فويس. بيبقى عباره عن في حاجه اسمها فيكسد جو وموفابل جو، اللي هو الفك الثابت والفك المتحرك، وفي بيبقى فيه سكرو ده بيروح ويجي. فالجوز دي او الفكين دول بيقفلوا على بعض. الفكره كلها في الميكانيكال فويس دي ان هي بتمسك او بتهولد اون الاوبجكتس في during the simple machining operations. يعني مثلا انت واحد نجار عايز تثبت حته خشب عشان تعمل فيها هول، فبتثبت الخشبه ديت في حاجه اسمها منجله او الميكانيكال فويس زي اللي عندنا ده. تمام. انت واحد حداد عايز تثبت حته حديد عشان صنفر او تعمل فيها اي اوبريشن، تقطع تخرم فيها بدرال وات ايفر، برضه لازم تستخدم الايه؟ الميكانيكال فويس دي. فالمهم ان هي ليها اشكال كتيره وميكانيزمات مختلفه وملهاش نهايه. طيب التاسك هيكون كالاتي، هيبقى مطلوب من حضراتكم هتشوفوا اي سمبل ديزاين عندكم. تمام. او مش سمبل ديزاين مش هتفرق، عايزين نشوف الفيكسيشن ميكانيزم بتاع المنجله دي على حاجه اسمها تسجه. التسجه يعني حاجه زي بتبقى زي ترابيزه كده، او اللي هي التسجه بالعربي يعني ايه يا مينا؟ زي ترابيزه، الترابيزه اللي هم بيشتغلوا عليها في الورشه بتاعت النجاره. بالظبط. يعني الترابيزه دي هي اساسا التسجه دي كلمه بالعربي بدويا عشان ما حدش يقول لك التسجه بالانجليزي. التسجه دي زي ترابيزه كده، تبقى حاجه وودن تيبل كده حضرتك بتحط عليها بتشتغل عليها يعني الحاجات اللي هي ايه، انت عايز تنشر، عايز تنشر يعني تعمل نشر كاتنج مش تنشر غسيل، عايز تعمل هولز وات ايفر اللي انت عايز تعمله، فدي اسمها ترابيزه التسجه دي. فاحنا عايزين نشوف ايه الفيكسيشن او الفيكسنج ميكانيزم بتاع المنجله على الترابيزه. طبعا هتلاقوا فيه صور واشكال حاجات كتيره جدا جدا واشكال كتيره. تمام. ف ده حاجه ماشي. الشباب نقطة زيادة، احنا محتاجين الفيكسيشن بتاع الفايز دي على التابل اللي هتتحط عليها يسمح للفايز دي ان هي وهي متثبتة على التابل ان هي تتلف. بالظبط كده. انا اقدر الفها واثبتها وهي ملفوفة، يعني انا بالزبط. مثلا الفها اخليها زاوية معينة 45 ديجري واثبتها على ال 45 ديجري دي. فهو ده يعني مينلي هيبقى التاسك اللي هتبقى مطلوبه. بالظبط بالظبط. يعني هو دلوقتي احنا يعني هي التاسك عباره عن حاجتين، انت حضرتك هتشوف الفيكسنج ميكانيزم هتثبتها ازاي على التاسجه، بلس ان انت هتبدا تشوف ايه. انا عايز المنجله دي زي ما باشمهندس مين قال ان هي لما تيجي تلف انا عايز الفها بزاويه معينه. يعني انا وضعيه ايدي او وضعيه التول اللي انا عايز هستخدمها مثلا في الخشبه او في الحديد او وات ايفر ليها وضعيه معينه على زاويه معينه،
فانا عايز اثبت المنجله دي وهي متثبته على ترابيزه او التزجه تلف بزاويه معينه واثبتها، وفي نفس الوقت ايه تبقى فيكسد في الانجل دي، يعني تبقى فيكسد في الانجل وفي نفس الوقت فيكسد على التزجه دي او على التيبل دي. فهتبدا تشوف بقى ايه الميكانيزمات المختلفه من الاشكال المختلفه، وهيبقى مطلوب من حضرتك ان انت تديفلوب الاتي. هتعمل حضرتك الديزاين فاكتورز، هتجيب ال نسينا نحطها مين مين البتاع اللي كانت في المحاضره بالظبط، التمبلت بتاعه المحاضره بالظبط اللي هي اللي طالع منها البرانش اللي هي في بالظبط اللي هو في زي الماين ماب يا شباب، اللي هو الاسم بتاع الحاجه اللي انت بتعملها اللي هو في الحاله دي ميكانيكال فويس، وطالع حواليها كده كل الديزاين فاكتورز بقى. يعني انت مثلا هتقول لي هنا الفانكشناليتي النقط اللي تحتيها المفروض ده بيعمل كذا، بعد كده الفاشن طب انا هحتاج ان انا اعملها بلون الوان، هحتاج ان انا اعملها في بكذا، وخليكوا سبيسيفيك جدا في حته الديزاين فاكتورز. يعني ما تكتبش نقطه جنرال، ما تبقاش جنرال، لا انت بتعمل الديزاين فاكتورز للمنجله او للميكانيكال فويس، فعايز الديزاين فاكتورز بتاعه الميكانيكال فويس. ما تقوليش ان انا هستخدم ماتيريال قويه، ايوه ايه هي الماتيريال القويه؟ هستخدم مثلا ده عشان كذا، هستخدم ده عشان كذا، الفاشن هعملها بلون لون كذا. البوينت دي يعني لازم اي نقطه تكتبها تكتب سببها ليه. يعني انت ليه كتبت النقطه دي في السب فاكتورز او في البروف بتاع السب فاكتورز بتاعت الديزاين فاكتورز دي، وعايزينها تبقى في حاجه صوره زي المايند ماب اللي انتوا شفتوها في المحاضره. ما تكتبليش بولتس ونقط، احنا مش فاضيين نقعد نقرا ونشوف بقى يعني الهري كتير الباراجرافس والكلام ده كله مش عايزين. فانت هتعمل هجيب لوحه كبيره كده واتيفر بقى اي 3 او فرخه او نص فرخه او واتيفر زي ما انت عايز براحتك. هتبدا تكتب ميكانيكال فايس في النص ديزاين فاكتورز، وتبدا تطلع البرانشز وتبدا بقى تقول والله ده المين برانش مثلا الكذا سكيورتي او واتيفر ايه الديزاين فاكتور مانيفاكتشرابيلتي مثلا، وتبدا بقى تطلع منها زي سب برانشز صغيره. اي ريكومند ان الناس تبدا ترسم اكتر، وممكن تلون، عايز ترسم حاجات فري هاند سكتش، عايز تبين ميكانيزمات وانت بترسم، عايز تبين حركه معينه، عايز يعني مش شرط كله يبقى كتابه. يعني حاول ترسم وتوضح الفاكتورز اكتر بالحاجات لما تبقى فيجوالايز تبقى احسن. ممكن يعني دي برضو حاجه ممكن نسمبليفاي عليكم، ان انت لو شفت مثلا حاجه مش عارف ترسمها ممكن تنزلها تطبعها او تقصها وتلزقها في الورقه، مش هقول لك لا تمام. يعني انت شفت صوره مثلا على النت عجبتك مش عارف ترسمها ومش عارف توضحها، اطبعها وقصها ولزقها في الحته بتاع السب برانش بتاع الديزاين فاكتور ده. عايزين نشوف لوحه فنيه كده، يعني ديزاين فاكتور كده حاجه تشرح القلب، ما يبقاش فيها كلام ورغي كتير. الرغي الكتير مش بياخد درجات صدقوني، وفي نفس الوقت عايزين نشوف يعني ابداع، عايزين نشوف حاجات انوفيتيف، يعني حاجات فيها تفكير وحاجات دي الاهم جدا جدا زي ما باشمهندس مين قال، ودي احنا عملنا عليها ستريس في الامتحان. لسه نتكلم برضه على الامتحان ده. مش عايزين حاجات جينيريك، يعني اللي هيكتب فاكتورز جينيريك ده بالنسبه لنا هو ناقل من المحاضره ومش فاهم حاجه. لا، تراي تو بي مور سبيسيفيك في الفاكتورز والسب فاكتورز دي. انت بتتكلم ميكانيكال فويس، بتعمل ديزاين فاكتورز للميكانيكال فويس، فلازم تركز في الايه في الفاكتورز تبقى ديديكيتد للميكانيكال فويس دي. دي نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك هتديفلوب او هتدرو بالاوتوكاد، هتعمل فول ديتيلد اسامبلي دروينج تمام، زي الصور اللي انتوا شفتوها على جوجل من شويه دي. تبدا بقى تنزل بدايمنشنز بقى وتبدا تحسب. طبعا انت لو دخلت على بنترست كتبت ميكانيكال فويس هتلاقي فيه ديزاينز كتيره قوي، او دخلت على اي سورس. بس حضرتك لما تيجي تدخل على اي سورس يا ريت تحط السورس ده كريفرنس، يعني عايزين نشوف انت يعني اخدت من الريفرنس ده قد ايه. في ناس ممكن تلاقي حاجات جاهزه زي ما هي كده تاخدها هي هي، فيبقى ما عملناش حاجه. لا، انا عايز الناس تشتغل. انا ما عنديش مشكله انت تلاقي، لو انت لقيت رسمه ولا يا باشمهندس مين هنقول النقطه دي ولا بلاش؟ ماشي لو انت لقيت حاجه موجوده قول لي والله انا لقيت ده وكملت عليه تمام. لكن ما تجيش تقول لي والله ان انا يعني ده لقيته وده هو السبمشن وخلاص على كده. لا، يعني انت لقيت حاجه ابعت لي السورس بتاعها، انا هشوف الحاجه دي الليفل بتاعها ايه، وانت عملت عليه امبروفمنت او عملت عليه كملت عليه تو وات اكستند يعني تمام، فعشان اقدر احاسبك واعمل لك ايفالويشن للشغل بتاعك او الايفورت بتاعك.
فانت عايز تجيب حاجه جاهزه ما عنديش مشكله وتكمل عليها ما عنديش مشكله. هتعمل فول دروينج للاسامبلي بالفيكسيشن ميكانيزم، بالفيكسيشن ميكانيزم ده انكلودنج التو فيكسيشن ميكانيزمز اللي احنا اتكلمنا عليهم، الفيكسيشن على التزجه والفيكسيشن بتاع الروتيشن بتاعها ان هي بزاويه معينه هتلفها وتثبتها. تمام. فهو هنا يعني خلينا نحط حرف اس هنا عشان الناس ما تتكلمش. والشباب بس عشان ما حدش بس يتلخبط في كلمه ميكانيزم او في الديفينيشن هنا بتاع الميكانيزم المطلوب، احنا مش طالبين ميكانيزم زي الجنيفا والكلام ده، لا احنا عايزين طريقه تخلي ان لما الفايس دي تتثبت على التيبل اسمح لها وهي متثبته ان هي تلف. هي دي تعريف كلمه ميكانيزم في الحاله دي، عشان محدش يتخيل ان انا عايزها تتعمل بموتور والكلام ده، لا انا اللي طالبه ان هي تتثبت على التيبل وفي نفس الوقت وهي متثبته اقدر الفها بزاويه معينه واقفل عليها او مثبتها بحيث انها تثبت على الزاويه دي، يعني بدل ما هي عدله الفها 45 ديجري واقوم قافل بحيث ان تثبت على ال 45 ديجري. لكن انا مش هنا مش مطلوب ميكانيزم اللي هو ان انا اعمل جنيفا وتعمل تروس والكلام ده، لا انت شوف الحاجه المناسبه اللي تسمح لك ان انت تعمل كده بس. تمام. وطبعا حضرتك بعد ما تعمل الكلام ده المفروض اساسا قبل ما تعمل الكلام ده كله يعني حضرتك المفروض بتعمل الوركينج دروينج لكل كومبوننت عشان تبدا تشوف الدايمنشنز. وفي ناس يعني دول بيبقوا ناس بروفيشنال شويه، يعني ما اعرفش بقى انتوا فيكم حد ما فيهم يمينه حد من بروفيشنال قوي يعني في الليفلز بتاعت الاساينمنتس شفتوا حاجه ايه فيهم؟ ماشي يعني هنشوف. انا ما شفتش الاساينمنتس بتاعتكم صراحه، يعني باشمهندسين باشمهندس مين وباشمهندس خالد هم اللي كانوا مركزين في الاساينمنتس، بس يعني في ناس ممكن دي احنا كنا بنحاول نعلمها زمان للستودنتس ان هو يبدا يرسم الاسامبلي من غير ما يعمل الوركينج دروينز، يعني من غير ما يرسم الكومبوننتس على طول يبدا يدخل في الاسامبلي على طول حته واحده. فدي حرفه يعني مش عارف بقى موجود عندكم ولا لا، بس يعني هو المفروض الصح اصلا ان انت تبدا ترسم الكومبوننتس بالدايمنشنز بكل تفاصيلها. تمام. وبعد كده بتعمل الاسامبلي دروينج. طبعا احنا بنتكلم على فول ديتيلد اسامبلي دروينج، مش محتاج ان انا اشرح يعني ايه فول ديتيلد اسامبلي دروينج. تمام. يعني مش هقول لك بقى انكلودنج كذا 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 كذا، يعني لو مش انكلودنج الحاجات دي فده يعتبر الايتم ده كده واقع. تمام. هم عارفين طبعا يا مينا طبعا هم سلموا في الاساينمنتس اللي هو البالونز وي وي والكلام ده كله صح؟ بصوا يا شباب تاني الاسامبلي انت لو انت عايز تعمل سكشن فيو عشان تبين الديتيلز اللي جوه يبقى يا ريت. تمام. بالنسبه للوركينج دروينج، الوركينج دروينج ان انت هتاخد كل كومبوننت تعمله لوحده، اعمله لوحده ده يعني التيبل اللي تحت هيبين كل حاجه، هيبين الماتيريال بتاعه الكومبوننت ده، العدد بتاع الكومبوننت ده، ال النمبر بتاع الكومبوننت ده، عشان لما تيجي تعمل البالونز في الاسامبلي دروينج تقدر تعمل تبين يعني الكومبوننت ده هو اللي رقمه كذا واسمه كذا، فانت هتعمل الاسم والكوانتيتي والماتيريال بتاع كل كومبوننت توضحها في الوركينج دروينج. تمام. يعني مش هنحط كل الوركينج دروينجز في فريم واحد، لا انت هتعمل كل كومبوننت في فريم. عايز بقى تكبر الكومبوننت تعمل له سكيل بحيث ان هو يملى الفريم، اوكي يعني ما تعملش الفريم كبير بالحجم بتاعه الستاندرد وتخلي الكومبوننت صغير في النص، لا حاول ان انت تسكيل الكومبوننت بحيث ان هو يملى الفريم وتكتب من تحت ان انا عامل السكيل كذا لكذا 1 to 5 1 to 2 1 to 3 مين انا يعني نوريهم برضه اكزامبلز كده يعني ايه وركينج دروينج، المفروض ان هم يعني الشباب عارفينه بس يعني نوريهم حاجه كده working drawing examples أو details مثلا. خلينا نشوف كده هنا بيقول لك ايه، خلينا نكتب هنا mechanical مثلا، يعني انا مش شايف حاجة عدلة. اهو ده يا احمد انهي الواحد انهي واحد ده بس هو assembly اللي فوق الشمال فوق على الشمال، لا ده مش ما ده اسامبلي انا مش لاقي حاجة عدلة. طب ثواني كده نشيل الديتيلز دي. يعني هو ايه مفيش حاجة عدلة ليه ده كده؟ لا
انا مش عايز اجيب حاجات من ريفرنسز بتاعت شركات، يعني هو حاجه بالشكل ده. طبعا انت مش هترسم ال 3 دي، ده كده يعتبر working drawing اللي هو الفيوز بتاعت السنجل كومبوننت، بتالستريت عليها كل الدايمنشنز بالكاتنج سيكشنز بتاعتها منين، يعني تقطع فين وقطع منين. وهنا هو حاطط لك 3 دي، طبعا انت مش هتبدا ترسم ال 3 دي ده، فده كده يعتبر اكزامبل للوركينج دروينج. انت ايه رايك فيه ده يا باشمهندس مينا؟ ده كويس. يعني التيبل بتاعنا يا جماعه هيبقى على اليمين عادي زي ما بنعمله، وهنكتب فيه بقى الماتيريال واسم الايتم والكوانتيتي بتاعته. بس لازم توضح لي الماتيريال بتاع كل كومبوننت، لان انت دي هي دي اللي هتشتغل بيها في الديزاين فاكتورز، او هي دي اللي انت حددتهم بيزد على الديزاين فاكتورز بتاعك. تمام، يعني انا بحاول اشوف حاجه تانية برضو احسن، بس يعني جوجل مش مساعدنا. كان في التكست بوك ايه ده اللي كان فيه حاجات كتيره ده، بتاع المانيوال اوف انجينيرنج دروينج ده ولا التاني؟ ممكن نجيب شكل الوركينج دروينج وننزله على التاسك. اهو ده وركينج دروينج برضو تاني يا شباب. تمام، في دايمنشنز كلها، في حاجات تفاصيل كتيره. تمام، بس ماشي. فده الوركينج دروينج يا شباب. ماشي، ندخل تاني. هو ايه اللي انا فاتحه كل ده؟ احنا ثانيه واحده خلاص، يلا هي دي. ماشي، ده بالنسبه للوركينج دروينج. بالنسبه للسبمشن ديو يا شباب، ان شاء الله هيبقى يوم الخميس الجاي 11 يونيو، هيبقى على المودل ان شاء الله الساعه 10 بالليل. السبمشن فورمات هيبقى عباره عن رار فايل، ملف مضغوط، هيبقى فيه الاوتوكاد والبي دي اف بتاع اللي هو اسمه ديزاين فاكتورز. تمام، وده طبعا كله لازم يبقى سبميتد على المودل. طبعا انا كاتبها بالاحمر اهو، سبمشن ثرو الايميلز ويل نوت بي كونسيدرد. هتيجي تقول لي بقى اصل الايميل، اصل الانترنت كونكشن، اصل انا مديك يعني 3 ايام اهو، فيعني بلاش نبقى مصريين في حتة ان احنا لازم نبعت في اخر لحظة واخر ثانية ممكنة واخر مش عارف ايه. لا، يعني خلصت بدري ابعت بدري، مش هتخسر حاجة لو خلصت بدري، يعني مش هتخس، او مش هيبقى في مشكلة، او مش يعني هتحس ان الحاجة ناقصة، او حرام ان هي تبيع بدري. لا، هي مش حرام. تمام، فبلاش بقى تعمل حتة اللاست مينت واللاست مثلا 5 مينتس ويحصل مشكلة ويحصل الكهرباء تقطع ويحصل يعني الحاجات السخيفه اللي بتحصل في الكهرباء والانترنت والكلام ده كله. عشان تافويد كل ده، يعني حاول تسميت بدري. جميل. تاني، السبمشن ثرو الايميلز ويل نوت بي كونسيدرد، يعني اكني مش شايفه. تيجي تقول لي اصل، معلش ده بونص واوبشنال، يعني مش تاسك حضرتك مجبر او ملزم تسلمها. دي حاجه يعني زياده للي عايز يحسن درجته، مش حاجة إجباري. فيعني أنا مش عارف، أنا ما عنديش حاجة تانية أقولها يا باشمهندس مين. أنت عندك كده حاجة تانية ولا إيه؟ بس كده تمام، كده تمام يا شباب. هتلاقوا كل التفاصيل بتاعت التاسك موجودة، يعني قلناها خلال الفيديو، والتاسك ده طلع فيه كل اللي عندك. يعني مش انت مش مجبر على حاجه معينه، مش مجبر على ديزاين معين، مش مجبر على اي حاجه. استخدم كل الريسورسز اللي عندك، بس زي ما قلنا ما تنساش تحط الريفرنس اللي انت خدت منه اي حاجه. بس بالظبط، فكده بيتهيألي كل نقط بقى يعني بتاعت البونص اتغطت. تمام، ماشي يا شباب، يلا جود لك وبالتوفيق.